على ان غادي هاد الناس باش نكونوا واضحين ملي غيجي واحد 8000 درهم ولا 9000 درهم باش غيدخل الماكله ديال الضو والماء راه غاليه شنو المساعده اللي راه غاديش غتستثمر خصنا شنو المساهمه ديالها خصنا نعرفوها وكنجيو كنبقاو حتى العباد في 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 بعد اللي جا لي كيخرجوا قدامي واحد المحضر ديال 16/3/2016 كيجيو لا يعقل كيفوتوا واحد اللي داخل من عنده الضو يفوتوا الاول والثاني ويربطوا الثالث وكيعطوا واحد راه ممكن عنده الحق يدخل الماء والضو ممكن وملي كيمشي للوكاله كيقول لي غير ممكن هادشي خصنا نعرفوه دابا المواطن جاو ويخلصوا هذا ولكن لقاو عراقيل الاراضي تصيفطهم للبلديه والبلديه تصيفطهم للاراضي هادشي راه ماشي بحقهم الله يرزقهم بخير هذا الدين هذا خصو يتسد باش نكونوا واضحين في هذا الباب ما نبقاوش نسيسوا الله يرزقكم بخير هذا الملف ديال الماء والضو خاصنا نسدوه دابا الاراضي ملي كاين الكوميسيون اللي كتكون فيها الاراضي والمبتي السلطة والمجلس البلدي ملي كنمشيو عند السلطة والمجلس البلدي كيقول لك الأراضيس ما بغاش تخرج معنا عندنا أمر ديال الأراضيس ما كيبغيش يخرج مع الوكالة وفعلا قال لي السي رفيق قال لي ديال السيد ديالنا ما يمكنش يخرج مع هذو خصنا نعرفوا هذا الشيء السي الرئيس الله يجزيك بخير بغيت نوقف على هذه المسائل ما يبقاش شي مواطن يجي عند شي عضو ولا عند شي نائي ولا عند هذا بغينا المواطن يجي يقضي غرضه باش نكونوا واضحين إذا عاد هذا الشيء المواطن غيقضي غرضه وحنا مستعدين لا غير قد تلعبات سيدي الرئيس هذا ما غاديش تفوتوش ليه باش تكونوا واضحين كاين تلعبات اللجنة فيها تلعبات لا يعقل اللي عنده اللي في الاحياء الهامشية يدخل لي حق الماء والضو ما نبقاوش نزيدو كاين مشاكل اللي عنده هذا يدخل دابا هاد الناس شكون يخلص ليه باش تكونوا واضحين ها هو دار الدراسة هاي هي كاينه 851 مليون راه 9000 درهم الواحد شكون غيخلص هذا في هاد التسجيل هذا شكون يخلص اش هي المساهمه ديال الراديس اللي غتستثمر وتبدا تخلص على المواطن عطينا المساهمه ديالها تتسهم في المساهمه ديالها واش غتساهم هي اللي خاصها تستثمر واش غتساهم وتولي تخلص ولا شنو المساهمه ديالها كيف غنديروا لها واش تقرا السي مراك شكرا هشام على هشام ديال 16/3 في تكابون في ثنية الحالة ديال هشام في ثنية الحالة دازت الموافقة الخمسة يا خسي وبقاو ثلاثة دابا هاد ثلاثة بعاد هاد الشبكة هاو ثمانية سي سي بوليس الله يجزيك هاو ثمانية ولكن اللي استافدوه هما أربعة لا خمسة لا أربعة علاش عبد السلام عبد السلام المسناوي عنده يوم كين عبد الكريم المسناوي عنده يوم كين الرب ملي كيمشي عندهم كيقول لي ما عندناش الرب بعيد من الشبكة ولا يعقل السي ادريس شكون قال لك انا نقول انا شوفوا هما لا غادي يشوفوا شكون قال لك السي سعيد حسن بو ناجي وسعيد بو ناجي هذو راه ملاصقين عباد الله واش بغيتوا تحققوا عباد الله اما شكونوا واضحين يا هاد الناس غير حتى كل شيء تعطى الا ما تعطاش ما تعطى حتى واحد راه ملاصقين السي ادريس اما شكونوا واضحين لا باش ما تغلطوش لا سي هذا بو ناجي وبوجو مع بو ناجي بزاف د المراسله للوكاله الا وقع وشع عندهم وداروا لي مر طوليكس حنا ما في بالناش الا كان عند سي هشام راه حنا غادي كما قال السيد الرئيس غنتابعوا مع الاخوان الملف ونحلوا ما ما والملاحظه الثانيه هو الا كانوا هاد الناس كما قلتي بانهم تراب خاص تجاوبنا الاراضيس ماشي حنا سي هشام خاص الاراضيس تجاوبنا علاش هادو في نفس الزنقه اللي قالوا الاخوان وما عندهمش ما عطيتوهمش لانه هذه الملاحظه راه مرتبطه بهم اذا مادام الاخوان ديال الاراضي كاينين معنا الله يجزيكم بخير غنعطيوكم هذا المحضر ديال التكابون ديال واحد السي هشام وغتاكدوا لنا هاد الثلاثه على استثناء اذا كانوا في نفس الدرب على استثناء هذا هو